السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. ان شاء الله النهاردة هكلمكم عن بادي ميلك شان. ده طبعا كتير جدا جربوه وشكروا فيه وقالوا عليه حلو، فانا قلت بقى اجربه. انا كنت جربت الانواع اللي جربتها، بحب انا قوي البادي ميلك والبادي لوشن للعناية بالبشرة، بيفرقوا جدا في ملمس البشرة وفي نعومتها. جربت قبل كده جلايسوريد بثلاث انواعه، اللي هو بالمسك وللبشرة الحساسة واللي هو الكلاسيك. الكلاسيك في جلايسوريد اللوشن هو احسن واحد فيهم. بالمسك بيعمل لي حساسية شوية في بشرتي، السنسيتيف برضو ما حبيتوش قوي لان هو كان بيفرول شوية معايا كده على جلدي، كان بيفرول شوية. لكن بالمسك بس عمل لي حساسية بسيطة، يعني مش حساسية قوية بس حساسية بسيطة. الكلاسيك في جلايسوليد هو احسن نوع فيهم. وجربت كمان بتاع ايفا، للاسف برضو ايفا تحفة بس ممكن يعمل شوية حساسية بسيطة لو بشرتك حساسة قوي. انا عشان بشرتي حساسة قوي فالحاجة بتبقى ماشية معايا كويس جدا، وفجأة بدون مقدمات الاقي عمل لي حكة، عمل لي هرش، عمل لي التهابات، دي مشكلة بشرتي. لكن بتاع ايفا برضو كان حلو جدا بس كميته كانت قليلة، فبيقعد قليل معاك، ما بيقعدش كتير. لكن هو برضو يعتبر من انواع اللوشن الحلوة بتاع ايفا وجلايسوليد الكلاسيك. وجربت كمان فازلين، بس طبعا فازلين دلوقتي في المقاطعة فما بشتريهوش، ده عندي من قبل المقاطعة قعد كتير جدا. فازلين ده انا بحبه قوي فكان نفسي اشوف له بديل، الحمد لله لقيت البديل بتاعه اللي هو شان. ده فعلا بديل، مش بديل، ده احسن منه كمان. فازلين ده لغايه دلوقتي عندي لغايه هنا، لان هو كثيف جدا فكنت باخد منه شويه صغيرين. بصوا من يوم ما جه لو شفتوا، انا كنت دايما بصوره لكم زمان، اتكسر كده، ومن ساعه ما اتكسر كده هو عندي بصوا من هنا مكسور. فكنت جايباه تقريبا سعره 200 جنيه حاجه كده، فقعد معايا كتير قوي، بقاله عندي شهور وكنت عايزه له بديل قبل ما يخلص. فكنت بحاول اشوف على النوع كويس عشان احبه يبقى زي فازلين. شان طلع احلى من فازلين ويعتبر هو البديل الاجمل. شان ده منتج مصري، كميته 300 ملي، سعره 180 جنيه او 190 جنيه، انا مش فاكره قوي لان جايباه بقالي كام يوم كده. مميزاته بقى، اول ميزه في البادي ميلك بتاع شان ده ان هو ما بيعملكيش حساسيه نهائي في بشرتك، ولا تحسس ولا تلزيق. يعني في بعض فازلين بيلزق شويه، فازلين بيلزق شويه، وجلايسوليب برضو بيلزق سنه، وايف كل انواع البادي ميلك او البادي لوشن اللي انا جربتها كانت بتلزق شويه. فممكن في الصيف والحر ما تطيقيش التلزيق ده بتاع البادي ميلك او البادي لوشن، الجو بيبقى حر، احنا مش طايقين حاجات كده على جلدنا. انا عاده كنت في الحر بوقف البادي ميلك والبادي لوشن، بس انا علشان انا بحب قوي في السكين كير استخدم بعد الشاور حاجه كده لترطيب جلدي، فعايز حاجه خفيفه جدا. فلما جربت شان ده لقيته فعلا هو اولا ريحته على جوز هند شويه، جوز هند خفيف، ريحته جميله جدا وهاديه، مش تعمل حساسيه، ما عملليش حساسيه جلديه خالص ولا حكه ولا بيلزق. امتصاصه رائع، بيمتص بسرعه جدا. بتاخدي كده هو من هنا ليه بامب كده، البامب دي بتطلع لك كميه يعني حلوه، بتاخدي كميه كده بتطلع لك كميه حلوه. وهو قوامه بصوا، قوامه خفيف كده، مش تقيل ومش هو مش تقيل ومش خفيف سائل قوي، بصوا بيسيح يعني. حلو جدا جدا، عجبني. ريحته على جوز هند شويه زي ما قلت لكم، وكمان بعد الشاور بترطبي بيه بشرتك كلها. بس طبعا البادي ميلك ده للبادي بس، يعني للجسم بس، ما تحطيهوش على وشك لان ممكن يعمل لك حساسيه في وشك، رغم ان هو ما بيعملش حساسيه في البشره، لكن هو ممكن يعمل لك حساسيه في بشره وشك لو حطيتيه على وشك. فهو خاص لبشره الجسم بس، بترطبي بيه كل جسمك. حلو جدا، وهو كمان مرطب رائع للبشره، لان هو في مرطبات للبشره هو كمان مكتوب عليه ان هو للبشره الجافه. فانا بصراحه البادي ميلك ده بالنسبه لي اجمل واحد انا جربته فيهم كلهم، يعني هو كمان اجمل من فازلين بكتير، ترطيبه اقوى كمان من فازلين، وفي مميزات مش موجوده في فازلين، وحلو جدا يعني يستاهل ثمنه. 300 مللي يعني لو هتجيبي حاجه اقل لا هاتي ده يستاهل، لان هم تقريبا كلهم دلوقتي سعر واحد،
جلايسوليت حتى غالي وايفا كله غالي، بس ده حلو عشان انت لو بتعاني من اي حساسيه في بشرتك ده مش هيعمل لك حساسيه خالص بتاع عشان ده. انا كنت فاكراه بصراحه يعني دعايه وكده، واللي بيشكروا فيه دعايه ومش ممكن ما يعجبنيش، لكن هو فعلا الناس بتشكر فيه فعلا. شفت فيديوهات كتير عن ان هم بيقولوا عليه حلو، ما هم معاهم حق فعلا، هو فعلا حلو جدا. انا جايباه من الصيدليه، وده شكله. هي بتاخدي علشان مثلا جسمك كله، ممكن تاخدي 2 بامب كده يعني، واحده وتدهني مثلا دراعاتك والتانيه تكملي بيها، ف2 بامب هيكون كفايه، فهيقعد معاكي يعني وقت كويس قوي. يعتمد عليه في ترطيب البشره، وبيدي كمان ريحه حلوه قوي للجلد، تفضل معاكي ريحه بص ريحه الجلد بتفضل ليها ريحه كده، مش ريحه بقى قويه جدا هتعملك حساسيه او هتتضايقي منها، لا ريحه عطريه بسيطه بس في نفس الوقت بتخلي ريحه الجلد كده حلوه وجميله، وبيرطب طبعا تحفه. فده شان اجمل بادي ميلك او اجمل لوشن انا جربته على بشرتي، حبيته جدا من ناحيه كل حاجه. هو ما فيهوش المساوئ اللي في بعض الانواع اللوشن التانيه، زي تلزيق، زي ريحه ممكن تعمل حساسيه في البشره. افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على انستجرام. ومرسي ليكم، باي باي.